إذا دخلت في مسجد قبل أذان المغرب هل يجوز أن أصلي أم حيث سمعت من البعض يقولون لا يجوز الركوع بعد الأذان؟ إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح، إذا دخل المسجد يريد أن يجلس فيه ليقرأ أو ليستريح فإنه يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل حيث المسجد. وإن جلس كما قاله جماعة العلماء فلا حرج، ما ينبغي في هذا التشديد ولا النزاع، من جلس فلا حرج، ومن صلى ركعتين إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح فهو أفضل، لأنها تحية المسجد ولأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الأرجح فيها أن تجد وقت النهي، مثل صلاة الطواف في مكة يطاف صلى ركعتين، مثل صلاة الكسوف يطوف في فتح الشمس بعد العصر الأفضل يصلى صلاة الكسوف، كذلك إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يجلس، هذا هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد ولم يجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام يعم بعد صلاة العصر ويعم بعد صلاة الصبح، هذا هو أرجح قول العلماء رحمهم الله.